الحديث كثير عن التشفير، زملاء في القنوات، الزملاء الإعلاميين في بعض البرامج، بالذات في برنامج رادار كان هناك الطرح عديد بالتأكيد لموضوع التشفير من جوانب عدة. تحدث الزملاء، تحدثت بعض الأقلام، تحدثت بعض الجماهير، ربما الحديث لن تنتهي، ربما الأحاديث ستستمر، الأحاديث التي تريد بأن تعيد دورينا متاحا إلى الجميع مرة أخرى، متاحا إلى الجماهير، خاصة وأنه لم يكن حلا لكي تمتلئ المدرجات، خاصة وأن ذلك كان الهدف الأول والأساسي من وجود التشفير في العامين الماضيين. لكن بما أنه لم يحقق هذا الحلم حتى الآن، أتمنى لم تنجح الأمور، لم تنجح التجربة، أتمنى في الأسابيع القريبة القادمة أن لا تكون هناك مكابرة في هذا الأمر، أتمنى لم تحقق هذه التجربة نجاحها أن يتم الاعتراف بذلك وأن يتم إصلاح الأوضاع وإعادة الأمور بالتأكيد لما تريده غالبية الجماهير المتابعة والمحبة والتي انقطع تواصلها بدورينا في السنوات الماضية وفي هذا الموسم نلمس ذلك، نشعر بذلك، شبه انقطاع في التواصل والمتابعة من غالبية المتابعين والمتواصلين في دورينا سواء المقيمين هنا أو خارج الإمارات واللي كانوا يرتبطون بمشاهدة قمم الإمارات، دربيات الإمارات، كلاسيكيات الإمارات. فقدنا الكثير من هذه الجماهير، فقدنا اتصالها، تفاعلها، وبالتالي أصبح الحديث عن دورينا غير موجود، لا نشعر به، الحديث عن مسابقاتنا لا نلمسها، كل ذلك نشعر به بالتأكيد. أصبحت الحماس أقل من المواسم الماضية، أصبح التفاعل، أصبحت الأمور والتأثيرها السلبي في السنوات الماضية واضحة بالتأكيد. ونحن لا نتحدث فقط لأننا لا نريد التجربة، بل على العكس، لو نجحت لكنا أول من يشهد بنجاحها وأول من يؤيد استمرارها. لكن حقيقة أمر محزن بأن نشاهد بأن مسابقاتنا يقل من خلالها التفاعل والتواصل والمشاهدة والارتباط. تتحدث عن الارتباط، في جماهير ارتبطت بأندية، في جماهير ارتبطت بلاعبين، فقدنا كل ذلك وقد نفقد أكثر وأكثر في الفترة المقبلة إن استمرت الأمور بهذه الطريقة. على العموم مزيد